عمر، فاروق، سلطان. حظك الاسود اللي وقعك معايا. طبعا انت عارفة في اوروبا لما بيحتفلوا بفنانة عظيمة زيك بيحتفلوا بالشمبانية. ايوة بس انا ما بشربش. عارف انا عارف عاداتنا وتقاليدنا الشرقية كويس، عشان كده قلت لهم يجيبوا لنا عصير. بس لازم تعرفي ان انا بعتبر ده احتفال باول عشاء مع اجمل فنانة حقيقية بتتكلم عربي قابلتها في حياتي، عشان كده حاولت اعمل شوية طقوس يعني على قدي. ميرسي يا نجيب. قولي لي، كملتي اللوحه اللي شفتها في المرسم؟ لا لسه شويه. لا لا لا، ايه ده؟ هتكمليها وبسرعه. ليه بسرعه؟ عشان انا خلاص حجزت لها مكان في فيلتي اللي في ميلانو، وعايز تاخد مكانها باسرع وقت ممكن. يا سلام. طيب هنشوف الكلام ده بعدين. وانا بستنى. بص بقى يا نجيب، انا مش هخليك زي كل مره تاخد الكلام في ملعبك. خلاص يا ستي، الكورة في ملعبي، كلمي انت. نجيب انا مستغربة نفسي، انت ازاي قدرت تخليني في فترة قليلة جدا دخلك بيتي وتعرف اهلي وتخش المرسم بتاعي، وانا كل اللي بعرفه عنك ان انت نجيب المرشدي رجل الاعمال. انا عاوز اعرف انت مين بالظبط. يعني السؤال ده قلق ولا حب معرفة ولا ايه؟ هما الاتنين. حد حر بيقولوا عليه مجنون. صح، انت صح. ايه يا فريدة، في ايه؟ مالك؟ لا ولا حاجة. احنا ممكن نمشي؟ العشاء. معلش نعوضها مرة تانية، أنا عاوزة أمشي. ماشي زي ما أنت عايزة. سمح. عايزة أشرب معاك كيس، ممكن؟ بس بقولك إيه، من غير الوش القفش ده، هو أنت جاي تنبسط ولا جاي تعكنن على نفسك؟ يا بنتي ليه فاكرة نفسها مين؟ مالها بس؟ يا فاكرة كده إنها ركبتني، بقى أنا تجيبني هنا وتقول لي جاية وما تجيش، ده أنا أضربها بالنار وأدفنها هنا. أنت عايز منها إيه؟ هو انا وحشه قوي كده؟ ايه مش عاجبك خالص؟ انتي ست الكل، انتي بمقام 100 واحده زيها. امال ايه بقى؟ ميرفت ما انتي عارفه بقى. ان جيت للحق انا ما كنتش راضيه على اللي بيحصل ده خالص، بس اعمل ايه بقى؟ ما كنتش قادره اتكلم، ده انا ما كنتش طايقه نفسي. دي بنت زباله ملهاش في الطيب نصيب. مش كده برضو؟ ده كده وكده وكده. ايوه كده. صحتك. بصحة المزاج العالي.
العالي قوي. بقول لك ايه يا ميرفت، انا كان نفسي كده ترقصي بس كده. منين معاني الاتنين؟ من هنا اهو، قولي هنا اهو. ايوه بقى. ايه انت لسه قافش ولا ايه؟ ميرفت انا مش قافش منك. بتفكك منها بقى. وانا هفكني من مين ولا مين؟ بس انا قلت كده برضو من اول ما شفتك. قلت ايه بقى؟ مقضيها يعني. والناس كلها مقضيها وانا بس اللي مقضيها. ليه بس؟ انت حاجة تانية خالص. حاجة تانية ازاي يعني؟ يعني انت بقى دماغك ناشفة، واللي تقولك لأ تكهربك وتقفش فيها اكتر. انا طول عمري كده من وانا صغير، الحاجة اللي ابويا يقولي عليها لأ تفضل في دماغي لحد ما اخدها. طب احكيلك على حكاية زمان. احكي. احكي. زمان وانا عندي 14 سنة كان في بنت شغالة رصية في الفيلا اللي جنبينا، بس كانت ايه؟ كرباج. 14 سنة؟ اه يا قادر. المهم بقى، الناس دي كان عندهم عيل صغير بس كان ساعتها أكبر مني بسنة أو اتنين، بس واد فرفور من بتوع بابي ومامي، بس لأجل الورد يتسأل اقول ليه. الله ينور عليك. في يوم من الايام بقى جات لي فكره شريره. خدت حبايتين منهم من بيت امي ورحت زرتهم في الفيلا. في اليوم ده بقى ابوه وامه كانوا خارجين، هوب هم خرجوا من هنا وانا قمت حاطط له الحبايتين في الحاجه الساقعه، اتلطش ودار. فضلت انا ومين؟ والموز ده طبعا. اسم الله عليك. والباقي بقى انت عارفه ايه؟ يخرب عقلك يا باشا، وعرفت تظبطها كده وانت لسه صغنن. عيب عليك. يعني مفيش مره كده ولا كده عقربت معاك؟ مفيش واحده تعقرب مع عادل الكومي. مش القصد، راس الحربه طول ما هو رجليه طرشه بيجيب جوان، انما ممكن مره يعني رجليه تجلي بس بيفضل برضه راس حربة. في الحالة دي بقى ممكن يلم كور. بس بيني وبينك حصلت معايا في مرة قديمة؟ يعني كانت قريب. اوعى تقولي البت بودة.
اوعى ايدك انت وام، اوعى ايدك. ما تخافيش يا بنتي يا بودة، كلنا مع ميرفت، وبعدين ايمن باشا لا يمكن يخليه يلمس شعره من راسها. انت ما تعرفيش لما الخمره بتسوق ازاي. بس يا بنتي ده هو راس الحنش اللي بيعمل لنا كوابيس بالليل بعد ما طلع لنا في المقدر. انت تعرفي مين ابوه؟ وانا ورايا حاجه غير ابوه؟ بقالي شهور ما ورايش اي حاجه غير المدعو ابوه. بصي انت بتقولي عليه زي ما تكوني بتتكلمي عن حد تاني يا رباه. اشمعنى يا بده؟ الناس دي يا بنتي ما بيجيش من وراها غير الاذى. اهو اللي بتقولي عليه ما بيجيش من وراه غير البلاوي والاذى، ده هو اللي جاب لي حقي من ابنه قدامه تالت ومتله. الله، يعني انت شايفاه راجل حقاني بعد اللي عمله في رباب يا بودة؟ في ايه يا اختي؟ لا طبعا. عبد الفتاح الكم يا حبيبتي عمل معاك كده عشان ما تعرضيهاش. قال يلم الموضوع بدل ما تسيحي لابنه وتدخليه في الحيطه زي ما انا عملت. بقول لك ايه؟ درتك بكلمتين يا حبيبتي عشان يلم الليله. الناس دي جلدها تخين وما بتحسش، ممكن يسيبوا التراب عشان يفضلوا مفنجلين عينيهم في ادخن تخين وما يتلطوش. عرفتي يا حبيبتي؟ مش احنا قاعدين مستنيينه؟ اه هتشوفي بعينيك. ميرفت يا بنتي، يا ميرفت مبروك يا رباب. اتكلم. سجل له كل اللي قاله وبالقانون. في يا عم عايزه اطمن عليها. ما ينفعش كده ارجع مطرحك. جرى ايه يا عم عايزه اطمن عليها؟ يا حكومه يا ايمن بيه. ايه الهلوله اللي انت عاملاها دي؟ دي هنا في الاسم مش في بيتكم. يا باشا مش عايزنا اطمن عليها. اسكتي. يا اسلام. امره ايمن بيه. خد المتهمين جوه على المكتب وانا جاي وراهم. هاتوا وراهم. يا باشا. اروح معاهم. اقعدي هنا ريحي شويه. حاضر. ساميه. نعم يا سامي. خليها تمسك نفسها شويه وانت كمان امسكي نفسك. حاضر. كل اللي انت عايزاه حصل. اهدي بقى عشان نكمل. ربنا يستر ولاياك ويعلم أدبك. ربنا نصفك يا بابا. امال فين صفتي العسكري؟ صفتي. هات الفوطه يا ابني عشان اغسل وشي افوق شويه. شكرا عاشور، اتفضل استنيني بره. حاضر. عمل لك حاجه يا بت؟ عيب عليك يا بت، انا كنت شهيصت بس اتطرقتي. ايوه بقى، ربك يمهل ولا يهمل. بس يا بت انت وهي. وطي صوتك يا بني ادم، انت مش في تكيت ابوك هنا. انت عايز مني يا ايمن؟ ايمن بيه يا متهم؟ مش عايز اسمع صوتك عشان ما ازعلكش، تمام؟ ايمن باشا. ايوه ميرفت. وانا هتعتبروني شاهد زي ما قلتولي ولا ايه؟ انت عايزاها؟ بتسال ليه يا باشا؟ عشان تجاوبي. لو هتحبس معاها مش هسيبها يا باشا. يلا خديها وروحي. والنبي يا باشا، مفيش شاهد بيبات عندنا في الاسم، اتكلوا على الله. طب والمحضر؟ صباح رباح، بكره تكونوا عندي الساعه 10 الصبح. من نجمه هجيبها لك يا باشا. عايز من نجمه من 10 الصبح. اتفضلوا يلا. ماشي يا باشا. بنتي يا رباب عايزه حاجه؟ نبي يا اختي انا ما عارفه اتشكر لك ازاي. طيب يا بنت ده احنا واحد، احنا ما قابلناش غير مره واحده بس في الخير. انت جدعه قوي وانت ب 100 راجل. ربنا معاكم ويحميكم. يلا بقى احنا نهزر ولا ايه؟ يلا خلي بالك من نفسك، خلي بالك من نفسك. حاضر يا باشا. مع السلامة. يلا بقى ده انا جعانة قوي. يلا لك شوية كباب وكفتة وحبة حمام تتبس. استغفرك واتوب اليك. منور يا عادل بيه. شفت ازاي انا مؤدب؟ منورة يا ست سامية. بنورك يا سعادة الباشا. منورة يا رباب. بنورك يا باشا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. عفتاح بيك كومي.
معاك المقدم أيمن عبد العزيز نائب مأمور اسم رود الفرج. أي أهلا أيمن بيه. أؤمر. إيه؟ مين؟ مين اللي اتقبض عليه؟ أنت بتقول إيه؟ ارتحتوا أيمن بيه؟ ارتحتوا ماشي، بس أنا كومي ومش هسكت. افهموا كويس قوي إن ده يبقى ابني. أنا جاي، أنا جايلك. يا راجل ارفع إيدك. إيه؟ مش هعرف كمان أحضن ابني؟ اهدى يا كومي بيه الله يخليك. لا فؤاد، ابني يا فؤاد. عشان خاطري اهدى شوية. يا فؤاد سيبني اعمل معروف. إيه الدوشة والشوشرة دي؟ يا محمد بيه. أيوة مش فاهم الأساتذة إن إحنا بنسأل؟ تمام سعد. اسمي إن شاء الله. عادل الكومي ايديه ما تتحطش في الكلام. ابوس ايدك. فك الكلام مش هسألك. ابوس ايدك كفايه عشان خاطري. خلاص سعادتك بتقول ايه؟ خلاص يا فندم مفيش اي حاجه. انا بساله هو لو سمحت. نفسي افهم ابني عمل ايه عشان اشوفه بالمنظر ده. وليه سعادتك ما سالتوش؟ لو هو مكسوف منك تعالى خبط على بابي اسالني انا هجاوبك. اما تعمل دوشه كده احنا مش في عزمه سعادتك. اعذرنا يا ريس، الكومي مخنوق على ابنه، اي حد مكانه هيعمل كده. لا يا راجل. محمد بيه تمام سعادتك، خد الاساتذه على نبطشيه جوه. تمام سعادتك. واي زعيق او تجاوز لبسوا الكلبش وقعدوا جنب البيت. مفهوم يا فندم، بس انا كنت عاوز اقابل سعادتك واللي عايز تقوله تحت. تعالى يا كوبي اتفضل. اتفضل معايا. اتفضل تعالى بس. تعالى تعالى تعالى. ايمن بيه سعادتك مش شايف ان الموضوع ما يستاهلش كل الاهانه اللي احنا حطينا فيها عادل بيدي؟ والله يستاهل، ما يستاهلش الموضوع ما يخصناش. بس بيقول يعني اللي بيشيل قربة على دماغه مخرومه بتخر عليه. القضيه دي هتخلص زي اللي قبلها انت عارف، بس اسمح لي بعد اذنك، انت مش شايف